الجيش السور الحر، الجبهة الجنوبية، تحالف صقور الجنوب، معركة يالي ثارات المعتقلين، 1/4/2015. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصر من الله وفتح قريب. لقد تم اليوم بحمد الله تعالى تحرير معبر نصيب الحدودي، مركز سيادة النظام ومركز التشبيح ومركز الاعتقال، ونحن الآن على بوابة مركز نصيب الحدودي تحت المظلة الرئيسية تحت الباب الرئيسي. ولقد تم هذا العمل بحمد الله تعالى بعد فضل رب العالمين علينا وبسواعد الجيش السوري الحر كافة وتحالف صقور الجنوب. لقد تم تحرير هذا المعبر بسواعد مجاهدين الأبطال، والحمد لله رب العالمين. تكبير.